الفرق بين الليل والنهار تشبيه جاء على لسان مفوض شؤون الهجرة في الاتحاد الأوروبي، وهو يقارن بين تدفق اللاجئين خلال الفترة الراهنة وقبل عامين تراجع كبير في أعداد المهاجرين يعزيه الاتحاد للبرامج الأوروبية والاتفاقيات الجديدة مع دول منشأ وعبور المهاجرين. في إيطاليا على سبيل المثال انخفض عدد القادمين في أغسطس من هذا العام بنسبة 81% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، وهذا يعكس أيضا العمل الإيجابي الذي قمنا به مع جميع الشركاء المعنيين، بما في ذلك أولا وقبل كل شيء السلطات في ليبيا والنيجر. التقييم الصادر عن التكتل الموحد يشير إلى تقاعس دول أوروبية عن تطبيق استراتيجية المفوضية بشأن الهجرة، والتي نصت قبل عامين على نقل 120 ألف لاجئ من المتواجدين في إيطاليا واليونان إلى باقي الدول الأعضاء وفق حصص ملزمة، ربع العدد فقط من أعيد توزيعه، وخلافات دفعت بهنغاريا وسلوفاكيا لتقديم شكاوى لدى المحكمة الأوروبية العليا، والتي أقرت أخيرا بحق الاتحاد في إلزام أعضائه بخطط لمواجهة الأزمات. تؤكد المحكمة بقرارها أنه بالفعل كانت هناك حالة طوارئ تتسم بتدفق مفاجئ للمهاجرين، وبالتالي فإن التدابير التي اقترحناها من خلال إعادة التوزيع ملائمة لمعالجة الوضع. قرار المحكمة الأوروبية لم يبدد التوترات بين المفوضية والدول التي دعمت الحملة القانونية الفاشلة، كما عبرت هنغاريا عن غضبها بسبب رفض الاتحاد تقديم دعم يساعدها على استكمال بناء سياجها الحدودي للإسهام في ضبط الحدود الخارجية للتكتل، لكن الأخير يذكر هنغاريا بأنها أكثر دولة تتلقى مساعدات من بين الدول الأعضاء ولا تزال عضوا مشاغبا سيما في ملف الهجرة. سلام عطا الله الغد، بروكسل.